مثل ما شفتوا حاليا كان انتشار للاجهزه الامنيه وتحديدا قسم الشرطه اللي موجود بمقاطع مسؤوليه لقياده شرطه بغداد، وتم القاء القبض على احد المطلوبين بقضيه ابتزاز الكتروني. القضيه مختلفه شويه، ليش؟ لان يعني الموضوع اللي بده يبتز عليه موضوع غريب. انه كانوا جيرانه في احد المناطق، انتقل غير منطقه، اجى هنا لبغداد سكن، هم ايضا جو لبغداد، كان يطلبهم 375 الف دينار عراقي. سددوا 300 الف دينار، بقى 75 الف دينار. انطوه كارت ابو العشرة لفئه 10 10000 دينار، بقى 65 الف دينار. قام يبتزهم ونشر صور البنيه وفيديوهات اللي خاصه بزفافها وما شابه. نعم نعم. سوى حسابات على تيك توك وعلى باقي التطبيقات. طبعا دخل عن طريق التواصل الاجتماعي وبدا يبتز البنيه عن طريق صورها مال الزفاف. بالفيديوهات طبعا، نشرت فيديوهات، حضروا ذويها وطلبوا الشكوى ضده. تم اجراءات القانونيه التنفيذ عليه وتعميم امر القبض عليه والقبض عليه وجمع. انا سلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذنك بس صوتك اخذه فقط، حريه شخصيه هاي لك خاصه بك، حريتك. احنا القضيه التحقيقيه ما لنا علاقه بها، احنا قضيه مجتمعيه. انت شاب صغير وبهذا العمر، فانا فقط اسمك فقط صوتك اخذه. لا ماكو شيء. انت شاب بعدك مقتبل العمر، عمرك 22 23 سنه، 22 سنه تقريبا 22، وفتت بهذا الطريق الغلط. شلون صارت هاي قضيه ابتزاز؟ شلون ليش نشر الصور والفيديوهات البنيه وهي بزفاف؟ يعني ما مو فت فيديوهات غلط، بنيه بزفاف لابسه يعني فستان زفافها وانت تنشر فيديوهات مالتها ومسوي حساب وحساب باسم بنيه، انه شنو هالموضوع؟ والله وعد يا رحمت. شلون؟ ما اعرف والله يا رحمت بعد. تمام، انت شنو الاساس الموضوع؟ ليش سويت؟ كنت اطول 375. زين. اي انطوني 300 وظلنا 75 وانطوني كارت بالعشره. زين. اي وكارت النوبه 10 ثيل. زين. هاي. يعني اعطوك 320 الف. اي. وباقي شقد؟ هم انطوني بس كارتين. شقد باقي؟ ما شقد؟ 55 الف. 55 الف. رحت تنزل فيديوهات البنيه وصار لك سنه وما ادري ايش قد. ممكن طبعا هو اعتقد حسب ما دعوا ذويها بالبدايه طلب مليون. طلب منهم مليون لو ينزل ذني الفيديوهات. هو هسه نزل الفيديوهات. بعد ما لقى منهم استجابه قام ينزل الفيديوهات. فقدموا شكوى عليه واتخذنا بالاجراءات القانونيه. بابا انت سولف لي يعني هسه بالمنطق بالعقل، انت سويت هاي لغرض ابتزاز لو شنو لغرض شنو؟ انت شنو الفكره؟ والله هيك هاي نزلت. يعني شنو هيك؟ بس اشرح لي هاي اللي هيك شنو هيك؟ ما اعرف ايش اقول لك. مثلا شنو الموضوع مالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي بالبدايه جو ذوي البنيه اشتكوا. تعمم وتم القاء القبض عليها. تعمم. هذا واضح. احنا الفكره ما لنا علاقه بالقضيه التحقيقيه، سلطه القضاء، بس احنا نحكي قضيه مجتمعيه. شاب عمره 22 سنه يقدم على هيك موضوع، يعني صار له تقريبا سنه، يعني عمره 21 كان. على مود 55 الف اساسا، انا اتوقع 65 الف، 55 الف دينار. 55 الف. ناشر صور فيديوهات وصور نشر فيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. وبعدين حذف الانستغرام. النوبه سوى برنامج التيك توك، على التيك توك سوى له برنامج حساب له خاص به وهم نشر وطلب منهم مساومه فلوس مليون. بابا انت تحس نفسك غلطان مصرف تصرف غلط؟ لو طبيعي عندك احسك فرحان وتضحك، شنو الموضوع؟ ما والله عن شيء. أنت في مدرسة فتشيله ما؟ لا صف رابع ومبطل. أنا الفلاح. فلاح. أي والله فلاح. على رأسي فلاح، هي مهنة محترمة على رأسنا. أكو فلاح وصار طبيب وصار مهندس صار ضابط. أنت كان المفروض تبتعد عن الخط، هذا موضوع غلط. صح لو غلط؟ صح. ما حد وعاك؟ ما حد صحك إنه أنت غلط تصرف هيك؟ ما شفت إنه أنت بالإعلام إنه يوميا مطلعين واحد مبتز بنية ومبتز عائلة ومصرف تصرف غلط؟ واصل الطريق يعني انه للسجن ومحكوم وهذه، وهواي نزلنا فيديوهات بهذا الموضوع. انت وين كنت؟ ما متابع تلفزيون هنا. ما متابع؟ لا. زين شلون اذا ما متابع تلفزيون؟ ما لك علاقه؟ الصبح بلقاه ارجع المغرب تعبانين وننام من الوقت. زين شلون لعب سويت الانستغرام؟ وبعدين حذفته وانه بروح سويت حساب ثاني بالتيك توك. والله نوبات ما عندي شغل اضل قاعد بالبيت. زين؟ ايه. وتسوي حساب؟ اي سوي حساب. شلون سويت الحساب؟ هو انا سويت حساب البيت. اي نوبات يجون الخوالي ذولا اعلم من عندهم. اي اي
وبعدين حذفت الحساب الانستا. سويت النوب هو حذفتني نوب. والتيك توك حذفتهم كليتي. والله والفيديوهات راحن كل حذفتها ومسحت. ايش قد ظلت ناشر الفيديوهات مال البنيه؟ تقريبا 10 ايام و15 يوم. 15 يوم اي. استفادت شيء لما نشرتها؟ لا ما استفادت. مو لهم بهذا العمر يعني شاب مقتبل ما اللي راد توعيه يعني شباب بهيك موضوع يعني هسه هذا شاب ما يتجاوز عمره 21 سنه حيصير عنده قيد جنائي وينتهي مستقبله من وراء تصرف طائش. هذا التصرف يعني مو صحيح. المشكله هو حتى على الفطره السليمه يعني هو حتى ما يعرف شيء يعني كانه يشوف شيء طبيعي على باله. فرحان هو حتى ما يعرف شنو مظهرها. ما يعرف مظهرها. عندك شيء تبي تحكي؟ لا بعد ما عيد أسئل لهم قلال من سوق قاعدة وغايب بعد ما أرضوا يقولون والله ورا العيد هسه قاعدين يوم كليتهم ربعنا والشيوخ أي قلالهم تنازلوا وشي تريدون إحنا حاضرين ما يرضون ما يرضون يتنازلون؟ فصل؟ ها؟ فصل؟ هي طبعاً هو حيأخذون فصل من عندي يعني أي واحد لازم يتأذى يأخذون فصل ينتهي موضوع لأن عنده فلوس هذا أمور عدلة يعني على حشك مو؟ هي العجي سوي يعني إذا قلت إنه ما نفصل يعني ما أنت لازم إجراء قانون يسر بحقك حتى تصير عبر الآخرين حتى الآخرين ما يصرفون مثل تصرفك ما كليتنا إحنا وشيوخنا كليتنا نعم إيه